slippage per week. Just over a week ago, President Trump told 60 Minutes to quote, there will be severe punishment if Saudi Arabia offered a border grab in the control of not offered any specifics on what that would look like. What is the any punishment against Saudi Arabia? حي لافانت في بشكتاش وسط اسطنبول، منطقة أمنية محصنة مزدحمة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية، ومن بينها القنصلية السعودية، مسرح الجريمة المفترضة. الحوار الذي أجريته يوم أمس مع مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو ياسين أكتاي، وقال أن التحقيقات ما زالت جارية في هذه القضية. مساء الاثنين 15 أكتوبر 2018، فريق التحقيق الجنائي التركي يدخل إلى مبنى القنصلية لأول مرة منذ تاريخ وقوع الجريمة المفترض قبل 13 يوما. يرافق فريق التحقيق التركي مسؤولون سعوديون وأتراك. 9 ساعات متواصلة من التحري والبحث، أجهزة متطورة ومواد خاصة، والنتيجة قرائن وأدلة تشي بأن أمرا خطيرا قد وقع هنا. دخل أيضا مسؤولون سعوديون وأتراك وصلوا في 3 سيارات خاصة، كانوا ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي. أدلة مهمة للغاية تم كشفها خلال التحري. بحثوا في شبكة مجاري الصرف الصحي القريبة من المبنى. استخدم فريق التحقيق الذي سمح له لأول مرة بدخول مقر القنصلية السعودية مادة اللومينول، والتي يمكنها أن تكشف الآثار حتى لو تمت إزالتها بالمنظفات أو طلاء الجدران. ويعمل هذا الطلاء الفسفوري على إظهار بقع الدماء المزالة من مسرح الجريمة. قبل عدة أيام تحديدا في 12 أكتوبر 2021، الأمير خالد الفيصل يصل إلى أنقرة ويجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الرجل هو المستشار الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز، وشخصية يراها البعض ممثلة لما يعرف بالتيار التقليدي لدى آل سعود. الرجل جاء في محاولة لإخراج بلاده من حفرة أوقعها بها من أوقعها. الملك سلمان أرسل مستشاره الخاص الأمير خالد الفيصل إلى تركيا لإثناء الحكومة التركية عن التحقيقات ونسيان الأمر، كما أنه اعترف ضمنيا بأن السعودية على علم بما حدث في القنصلية. ولكن عندما التقى الأمير خالد الفيصل الرئيس التركي رجب أردوغان، تعامل معه الرئيس بفتور شديد ثم أحاله إلى أحد أعضاء الحكومة. برأيي التعامل الحكومي التركي مع قضية السيد جمال خاشقجي كان ذكيا بطبيعة الحال وحذرا أيضا في نفس الوقت. ذكيا لأنه استطاع هذا التعامل أن ينقل قضية السيد جمال خاشقجي من مجرد
مشكلة بين السعودية وإسطنبول، بين السعودية وتركيا، إلى قضية عالمية. اليوم أصبحت قضية خاشقجي قضية رأي عام عالمي لا تهم فقط تركيا والسعودية، وبالتالي استطاعت تركيا أن تجير هذا الضغط لصالح التحقيق، لصالح أنها تريد كشف الحقيقة ولا تريد أن تتغاضى عن هذه الجريمة. العاشر من أيلول سبتمبر 2018، عند الساعة 5 مساء، الصحفي السعودي جمال خاشقجي يصل إلى إسطنبول على متن الخطوط التركية قادما من واشنطن. الهدف المعلن لدى دوائره الخاصة الانتقال للعيش في إسطنبول والزواج من فتاة تركية تدعى خديجة جنكيز، ستكون محورا أساسيا في قضية اختفائه التي جرت بعد 22 يوما. جمال خاشقجي الصحفي السعودي الشهير، إلى جانب مجال الصحافة الذي برز فيه بين أقرانه السعوديين، عمل سابقا ضمن بعثات دبلوماسية سعودية، كما كان مقربا في مرحلة ما من أركان النظام السعودي، إذ كان مستشارا خاصا لرئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل. لكن في زمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعد أن ضاق الخناق على أصحاب الرأي المختلف، اختار خاشقجي المهجرة ملاذا ظنه آمنا. أنني لن أمتلك الحرية للتعبير عن رأيي، وفيما إذا عبرت عن رأيي بالتأكيد سوف أواجه نفس المصير الذي تعرض له زملاء أفاضل. طبعا هو هرب من القمر، يعني هو لم يكن خروجه يعني عمل حيلة معقدة وأقنعهم أنه يريد أن يستكمل دراسته وعنده أبحاث، ويعني انسحب في الوقت الضائع، يعني في آخر لحظة تمكن من النجاة بنفسه، وكان يعلم أن العودة مستحيلة في ظل هذه الظروف. واتصل به سعود القحطاني اللي هو مستشار ولي عهد وطلب منه أن يعود. طبعا هذه كانت كلها عمليات استدراج، وكان هو منتبه لهذا الأمر ولم يقبل دعواتهم وكان لا يثق بهم يعني. لكن ما كان يتوقع أن يتم الغدر به بهذه الصورة البشعة، لكن هو كان لديه مخاوف حقيقية وكان حذرا منهم ولم يكن يطمئن لهم ولا يثق بهم. أعتقد أن جمال اقتيد إلى الجنة بالسلاسل، واضطر أن يكون مناضلا، واضطر أن يكون معارضا. السلطة دفعته إلى ذلك دفعا، يعني هو كان ممكن أن يكتب مقالاته من الرياض، وكان يعني يكتب تغريدات يقول أنه في النهاية ممكن أي حدا من الأسرة المالكة يختلف مع أي مواطن ويجلس ويتناول العشاء مع بعض، وكان يطمح إلى سعودية من هذا النوع من الحوار، أنه لا فرق بين السلطة والعائلة المالكة والمواطنين، أن الكل يعمل على قاعدة الولاء للبلد ومحبة البلد. أعتقد أن جمال دفع ثمن اعتداله. السلطة كانت تريد معارضا غوغائيا، معارضا راديكاليا، معارضا متطرفا، ولم تكن تريد معارضا كجمال خاشقجي. عقب وصوله إلى إسطنبول لإتمام إجراءات الزواج وفقا للأنظمة التركية، كان لابد من حصوله على بعض الأوراق الثبوتية من القنصلية السعودية في إسطنبول. تقدم الرجل بالأوراق المطلوبة لدى القنصلية السعودية في إسطنبول، وحدد له المسؤولون بالقنصلية موعدا لاستلام المعاملة المطلوبة. الثامن والعشرون من أيلول سبتمبر، الزيارة الثانية لجمال خاشقجي إلى مبنى القنصلية. في تلك الزيارة انتظر ساعة كاملة ولم يحصل على ما يريد،
طلب منه الحضور في وقت آخر. الاثنين، الأول من شهر أكتوبر 2018. خاشقجي يتصل بالقنصلية السعودية لتحديد موعد جديد. يجيبه موظف يدعى سلطان. سأله خاشقجي إن كانت المعاملة قد انتهت، فطلب منه الموظف الانتظار. تواصل الموظف مع المسؤولين المباشرين لتحديد الموعد بدقة. عاد إلى جمال وأخبره بأن الأوراق باتت جاهزة، لكن عليك الحضور غدا في تمام الساعة 1 ظهرا. الثلاثاء، 2 أكتوبر 2021، اليوم الذي دخل فيه جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية. وصل جمال إلى مقر القنصلية الواقعة في منطقة بشكتاش وسط اسطنبول رفقة خطيبته خديجة، تحديدا في الساعة 1:14 كما يظهر في كاميرا المراقبة عند باب القنصلية. ترك هاتفه مع خطيبته في الخارج وأخبرها إن تأخر أن تتصل بجهات تركية عليا على الفور. أكثر من 3 ساعات مضت ولم يخرج جمال من القنصلية. بدا الأمر مريبا وغامضا حينها أجرت خديجة جنكيز اتصالا بالقنصلية. قال موظف السفارة لم يبقى أحد في الداخل، انتهى الدوام ولا داعي للبقاء أمام البوابات. الساعة حوالي 4:40 يعني كان دق تلفوني، قالت لي أنا خطيبة جمال خاشقجي، وقلت لها تفضلي أهلا وسهلا. قلت قالت يعني خاشقجي دخل القنصلية ولم يخرج. قلت هو خاشقجي دخل القنصلية، لماذا راح القنصلية؟ أنا كنت شوي يعني فجأت، لأن كنت أعلم كان في مشكلة بينه وبين القنصلية، ربما حل المشكلة. أنا يعني أول ما بدأ ما فكرت شيء يعني خطير. وقلت لهم يعني أنت تعرفوا أستاذ خاشقجي راح على القنصلية. عندما قلت هذا هل راح؟ قالوا، قلت له نعم راح. إيش في مشكلة؟ قال نصحناه لا يروح. لماذا راح؟ قالوا، وأنا قلت يعني راح يعني ماذا نفعل؟ قال وقال أرسلني الرسالة لو لا يخرج أو لا في فترة أو لا يحصل أي شيء مكروه فليتصل بي. قال إذا افعل ما تستطيع أن تفعل، لأن هذا هو شيء خطر، مخاطرة كبيرة الآن. نرجو منك اتصل بمن تتصل، حتى بالرئيس. وبعد اتصلت بالسفير، سفير المملكة،
عندما قلت له فوفجأ، قال أنا جدا مالي خبر لا أعلم، يعني استنى دقيقة دقيقتين أنا سأتصل بالسفارة بالقنصلية وأرجع لي، ولكن لم يرجع. في مدينة اسطنبول. إلى هذا المبنى دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عند الساعة 1 من ظهر يوم الثلاثاء لإجراء بعض المعاملات الرسمية، لكنه بعد دخوله إلى مبنى القنصلية لم يخرج بعدها أبدا. خطيبته السيدة خديجة التي كانت في انتظاره خارج مبنى القنصلية السعودية أكدت قبل قليل للتلفزيون العربي أن جمال خاشقجي بالفعل بعد دخوله إلى داخل مبنى القنصلية السعودية انتظرته لساعات طويلة لكنه لم يخرج بعدها أبدا. السيدة خديجة أفادت لنا بأنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى السلطات التركية للتحقيق بحادثة الاختفاء هذه. بعد 24 ساعة تحديدا ليلة 3 أكتوبر، فريق صحفي أمريكي يصل إلى القصور الملكية في الرياض. الهدف من الزيارة لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. الصحفي الشهير ستيفن فلاندرز من صحيفة بلومبرغ الأمريكية يجري حوارا مطولا مع الأمير. سأله كثيرا عن الوضع السعودي المثير للجدل اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا. بدا الأمير واثقا من إجاباته، لم يستغرق وقتا للتفكير فيما سيقول، مندفعا كعادته. في ثنايا المقابلة استغل الصحفي الفرصة وسأل الأمير عن مصير جمال خاشقجي. ما هي قصة جمال خاشقجي؟ الإشاعات كثيرة حول ما حدث. هو مواطن سعودي ونحن حريصون جدا على معرفة ما حدث له، وسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك. هل خرج من القنصلية السعودية؟ ما أعرفه أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة، أنا لست متأكدا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت. إذن هو ليس بداخل القنصلية؟ نعم ليس بالداخل، لكن المسؤولين الأتراك قالوا إنه لا يزال في الداخل. نحن مستعدون للترحيب بالحكومة التركية في حال كانوا راغبين في البحث عنه في المبنى الخاص بنا. المبنى يعد منطقة سيادية، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والقيام بكل ما يريدونه في حال طلبوا ذلك. سنسمح لهم قطعا بالقيام به، فليس لدينا ما نخفيه. إذن هو ليس في السعودية وبالتالي قد يواجه تهما ضده هناك. لو كان في السعودية كنت سأعلم بذلك. هل هو نفس الشخص الذي ذكرته وكالة الأنباء السعودية في خبر عن استلام المملكة شخصا من الانتربول في نفس اليوم الذي اختفى فيه جمال؟ قطعا ليس هو. الخطف والترحيل إلى السعودية فرضية أساسية لحل شفرة الاختفاء كانت قد سيطرت على الأوساط السياسية والصحفية المتابعة للمشهد، خاصة وأن للمملكة تاريخا حافلا مع هذا الأسلوب. استدعى النشطاء المتابعون لقضية جمال تصريحات سابقة لرجال ولي العهد السعودي على رأسهم سعود القحطاني كبير مستشاري محمد بن سلمان وواحد من الشخصيات الأكثر إثارة للجدل بين رجال محمد بن سلمان، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي التي اتخذها منبرا لتهديد المعارضين بالتصفيات، مشيرا إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت.
خلال يومين سيبين كل شيء، كل شيء واضح فيها. لا ستنقل زيادة. خلال يومين لو حكومة يعني الحكومة لازم خلال يومين أو ثلاثة أيام ستنتج. أردوغان سيبين كل فيديوهات وكذا، أو صحف تركيا ستنشر، لأن أعطوا لبعض الرؤساء التحرير الفيديوهات وهم ينتظرون أردوغان حينما يتكلمون سينشرون كل الفيديوهات. نعم أستاذ، استشهد، هو شهيد. لا ستنقل تفاصيل لأن خلال يومين سترون كل الفيديوهات والصوت أيضا. إن لله وإن إليه راجعون، مما رأيت هكذا. هذا ما جاء في تقرير أمني خاص حصلنا على نسخة منه ضمن مراسلات المخابرات التركية مع إحدى الدول، تحديدا في 4 أكتوبر. قال الأتراك إن الأسوأ قد حدث ولدينا الدليل لإثبات ذلك، لكن الإعلان سيحتاج إلى سياق قانوني وليس مجرد تصريحات سياسية. المعلومة الأخرى والأكثر أهمية أن جثة جمال لم تعد موجودة في السفارة، وأنها على الأرجح قد قطعت لتسهيل إخراجها من القنصلية. نطرح السؤال، أين ذهب بعد ما دخل جمال قاشقشي إلى القنصلية ودخل وما لم يخرج؟ هذا السؤال يكفي، هذا السؤال لم يجيب على هذا السؤال، ولو يجيبوا كل شيء واضح يعني، فليقولوا لنا هذا كان دخل من هذا الباب ودخلت من هذا الباب، هذه صورته، هذه المقطع الفيديو هنا كذا وكذا، فليثبتوا لنا يعني لأين ذهب يعني. حتى ذلك اليوم لم تسمح السلطات السعودية بتفتيش مبنى القنصلية أو البدء باستجواب البعثة الدبلوماسية، لكن القنصلية استدعت يوم السبت 6 أكتوبر صحفي وكالة رويترز لتصويرها ومعاينتها من الداخل في محاولة لتبرئة ذمة القنصلية من اختفاء خاشقجي. في اختطاف هناك وفي اختفاء على في بكلمة التعبير المحايد يعني، في اختفاء هناك لا ندري ما كيف حصل، ولكن هذا سيحقق في نهاية إلى أين ذهب قاشقجي. على كل حال من هو المسؤول سيحاكم سيحاسب يعني، حتى من وراء القنصل، من كانوا في من يقولوا هم المشبوهين الآن يعني في شبهة. محمد العتيبي القنصل السعودي في إسطنبول أحد أهم مفاتيح فك شفرة قضية خاشقجي، شخصية دبلوماسية قديمة عمل في الخارجية السعودية لأكثر من 20 عاما، وأصبح قنصلا في إسطنبول منتصف عام 2016. تقارير خاصة حصلنا عليها تظهر أدوارا أمنية خاصة لعبها محمد العتيبي مع المخابرات السعودية، تحديدا في فترة التسعينيات حيث كان سفيرا للسعودية في كابول، وكان حلقة الوصل بين سلطات بلاده وبين حركة طالبان. بعد أسبوع على اختفاء جمال خاشقجي خلف أبواب القنصلية، تحديدا يوم 4 أكتوبر 1، تبدأ الصحافة التركية في الكشف تدريجيا عن أبعاد الصورة عن طريق تسريبات أمنية مصورة.
تركيا تكشف النقاب عن خلية أمنية سعودية وصلت إلى إسطنبول قبل ساعات من اختفاء خاشقجي وغادرت في نفس اليوم. نشرت صور لكاميرات المراقبة في المطار والفنادق التي نزل بها عناصر الخلية، كما نشرت صور التقطت في محيط القنصلية وبيت القنصل، وأطلقت الصحافة التركية على المجموعة اسم فرقة الاغتيال. البداية كانت لدينا، لقد نشرنا هذه الصور في صحيفتنا في حدود الساعة 10 صباحا تقريبا، كان خبرا ملفتا وكبيرا بالنسبة لوسائل الإعلام العالمية. لقد قامت صحيفتنا بالحصول على هذه الصور الخاصة، إنها لقطات لكاميرات المرور والمراقبة، ونحن لدينا مصادرنا الخاصة ويمكننا الوصول إلى المعلومات المهمة التي نريد. لدينا صور ولقطات تتجاوز 17 ساعة من تصوير الكاميرات، لكننا اختصرناها في دقيقتين تقريبا. نستنتج من هذه اللقطات خط سير الفريق الخاص الذي قدم من السعودية وصولا إلى القنصلية أثناء وجود جمال. إذن هذا الفريق هو المسؤول عما حدث لاحقا. في صباح يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 1، حطت طائرة خاصة بمطار أتاتورك الدولي تحديدا عند الساعة 3:18 فجرا، على متنها 9 أشخاص قادمين من الرياض. كانت الطائرة من نوع غلف ستريم وتحمل الرقم HZSK1. دخلت المجموعة من بوابات المطار الإلكترونية. بدأ كل شيء طبيعيا للغاية. خارج المطار سيارات القنصلية السعودية تنقل عناصر المجموعة إلى فندق موفنبيك القريب من القنصلية. يحجزون 4 ليال، لكنهم سيمكثون عدة ساعات فقط. على مسافة قريبة فندق آخر ويندهام جرام ينزل فيه 6 أشخاص، كانوا قد وصلوا الفندق في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة. هكذا اكتمل وصول المجموعة الأمنية إلى إسطنبول، 15 شخصا جميعهم يحملون الجنسية السعودية. مع ساعات الصباح الأولى تحديدا ما بين الساعة 9:00 و 11:00 خرج الفريق من الفندق في أوقات مختلفة وإلى أماكن مختلفة. ترجح المصادر التركية أن بعضهم ركب في سيارات دبلوماسية سعودية ثم توجهوا جميعا نحو القنصلية. عند الساعة 12:14 اكتمل وصول المجموعة. توقفت السيارات تباعا ودخل المشتبه بهم إلى داخل المبنى. لم يعرف العدد الكلي الذي أصبح في القنصلية، لكن المصادر التركية تتحدث عن فريق كبير من بينهم طبيب تشريح مختص. الساعة 1:14 وبحسب كاميرات المراقبة جمال خاشقجي يصل القنصلية في موعده المحدد. خلال 1:54 لم تحدث أي حركة خارج المبنى،
كان الوضع هادئا في الخارج، لكن بعد ذلك سيارات القنصلية تتحرك بشكل سريع. في الساعة 3:08 تحركت سيارتان، توجه الباص بشكل سريع إلى بيت القنصل السعودي محمد العتيبي القريب أصلا من مبنى القنصلية، حيث يبعد عنه 500 متر فقط. من خلال صور المراقبة وتحديدا عند الساعة 3:11 يدخل الباص الأسود إلى الموقف المغلق لمقر إقامة القنصل. عند الساعة 5:33 خطيبة جمال خاشقجي تعود إلى القنصلية لانتظار جمال الذي لم يخرج بعد. بعد عدة ساعات تغادر المجموعة الفندقين وتتوجه إلى المطار على الفور. غادرت الطائرة الأولى الساعة 5:40 بينما غادرت الطائرة الثانية الساعة 9 مساء. هذه الشخصيات 15 حضرت إلى إسطنبول في نفس اليوم الذي دخل فيه السيد جمال خاشقجي إلى القنصلية، وغادرت في نفس اليوم أيضا، غادرت إسطنبول يعني، وبالتالي هي أتت نفذت مهمة ما داخل القنصلية ثم غادرت. هذه المهمة إما أن تكون مهمة خطف وأن السيد جمال خاشقجي ما زال على قيد الحياة، وإما أن تكون مهمة اغتيال وأن السيد جمال خاشقجي قد صفي بالفعل. التحقيقات التركية بدأت تكشف حقيقة هذه الشخصيات، وبالتالي هنا رسالة أن تركيا تعرف الخطوات والمهمة التي أتت هذه الشخصيات لتنفيذها في إسطنبول. الشخصيات ليست عادية، الشخصيات السعودية ليست عادية، يعني أمنية طبية، يعني تصل إلى أعلى المراكز في المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن أمام خيارين بالمنطق والعقل هنا. إما أن هذه الشخصيات مخروقة من قبل جهة ثالثة أقدمت أو أمرتها بهذه الجريمة، وبالتالي تبرئت السلطة السياسية السعودية، وإما أن هذه الشخصيات 15 أتت بقرار رسمي سعودي لتنفيذ الجريمة ضد السيد جمال خاشقجي. أنا عدنان جان أطاي تركمان من التلفزيون العربي. تفضل. أود الحديث مع أحد مسؤولي القنصلية للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بجمال خاشقجي. لا نعطي معلومات للصحافة، بإمكانكم متابعة أخبارنا من تويتر. ألا يمكنني الحديث مع أي مسؤول؟ مع الأسف لا يمكنني. من خلال التدقيق في الأسماء والصور نلحظ تطابقا بين بعض الأسماء التي تم نشرها وبين صورهم ومعلوماتهم في صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. بعضهم ينتسب إلى القوات الخاصة السعودية، وآخر ينتسب إلى سلاح الجو الملكي، بينما يعمل آخرون ضمن دائرة الحرس الملكي لولي العهد السعودي. ومن بين هذه الأسماء السعودية مشعل سعد البستاني، ضابط في سلاح الجو الملكي. الطبيب صلاح محمد علي الطبيقي، هو طبيب تشريح أو طبيب شرعي برتبة مقدم، يرأس قسم الأدلة الجنائية في إدارة الأمن العام السعودي. أما عن عناصر الحرس الملكي الخاص بولي العهد فقد ظهرت من بينهم 3 أسماء: محمد سعد حسين الزهراني وزعار الحربي، وكلاهما من الحرس الخاص الملكي، مرافقان دائمان لمحمد بن سلمان. الشخص الثالث هو ماهر عبد العزيز مطرب، عقيد في الاستخبارات السعودية، هو الاسم الأهم في هذه القائمة،
بحسب المخابرات التركية. بحسب المخابرات التركية فإن ماهر مطرب هو قائد الخلية الفعلي والأعلى رتبة بينهم، مقرب جدا من الأمير محمد بن سلمان. كان مسؤولا في محطة المخابرات السعودية في لندن قبل أن يصبح مسؤولا عن حرس ولي العهد. هو قائد الفرقة التي أطاحت بجمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. على الأرجح أن هؤلاء جزء من كتيبة السيف الأجرب الملكية، إحدى كتائب الحرس الملكي، فهي مكلفة بتنفيذ مهمة حساسة بما في ذلك أمن قصر الحكم بالمملكة. وولي العهد محمد بن سلمان هو الذي استحدثها عقب تولي والدي الحكم. يزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري من مختلف الرتب العسكرية، وسميت الكتيبة بهذا الاسم تيمنا بسيف شهير في تراث السعودية. يرى مراقبون أمنيون أن هناك سيناريوهات مختلفة لما حدث داخل القنصلية، لكن أقواها سيناريوهان اثنان. الأول هو أن يكون الهدف من العملية هو الاختطاف والترحيل، وبالتالي القبض عليه حيا، لكن خللا ما قد وقع خلال تنفيذ العملية أدى إلى فشلها وبالتالي قتل الرجل. السيناريو الثاني أنها كانت عملية تصفية، أي أن المجموعة الأمنية جاءت لاغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية. القنصل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الكاملة تماما مثل السفير، ولا يمكن للسلطات التركية أن تخرق هذه الحصانة إلا بوجود أدلة قانونية رسمية على مقتل خاشقجي. حينها يمكنها أن تحقق مع البعثة الدبلوماسية كاملة وتقوم بعمليات التفتيش إن تطلب الأمر. استنادا إلى اتفاقية فيينا، تركيا لن توجه أي اتهام للقنصل السعودي فضلا عن اعتقاله حتى وإن ثبتت مشاركته في تلك الجريمة. فعادة وفي حالات مشابهة لهذه الحالة سيتم إبلاغ القنصل بأنه شخص غير مرغوب به، وسيطلب منه مغادرة الأراضي التركية. لكن فيما يتعلق بالفريق القادم من السعودية فليست لديهم أي حصانة تحميهم، لذا إن ثبت تورطهم أو مشاركتهم في العملية بأدلة رسمية سيكون لتركيا الحق في أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم وأن تطلب مساعدة الشرطة الدولية في هذا الأمر. في 15 أكتوبر وبعد أسبوعين على اختفاء جمال، بات المحققون الأتراك داخل القنصلية. استمر التحقيق 9 ساعات متواصلة. تحدث المحققون الأتراك عن آثار واضحة لجريمة ما، وأن القنصلية وموظفيها حاولوا جاهدين طمس الأدلة في مسرح الجريمة. لم تستغرق عملية تصفية خاشقجي سوى بضع دقائق، فعليا لم تتجاوز 7 دقائق. خاشقجي قتل مباشرة عقب دخوله مقر القنصلية السعودية، تحديدا الساعة 1:19 بتوقيت إسطنبول، بمجرد أن دخل إلى مكتب القنصل والذي كان حاضرا. لم يحدث استجواب إطلاقا، سرعان ما دخل عليه عنصران ضرباه سريعا وأهاناه وشتماه، كان يصرخ من الألم والخوف، ثم حقناه فسقط. لا أدري إن كانت مادة سامة أو جرعة تخدير زائدة، لا أستطيع أن أجزم ما إذا كان قد مات فورا أو أنه قتل بعدها.
كان من بين أفراد مجموعة الاغتيال المتواجدين في مكتب القنصل صلاح الطبيقي، والذي يرجح أنه من ضربه تلك الحقنة. لاحقا أحضر منشارا طبيا لتقطيع العظم وشرع بتقطيع الجثة. كان القنصل حينها في المكتب واشمأز من الطريقة، ثم طلب الطبيقي ممن كان موجودا في المكتب أن يستمعوا للموسيقى حتى ينتهي من عمله. ثم أخرجت جثة خاشقجي على شكل قطع وضعت في حقائب وصناديق. شيء لا يصدق العقل، أن يلتقي 15 إنسانا بينهم الطبيب والضابط والاستخبارات والارتكاب جريمة بهذه الوحشية. هذا مشكلة منظومة وليست مشكلة شخص. الحرس الملكي الخاص هذا يأتمر فقط بأمر الملك، وهو الملك هنا تحدث ولي العهد هو الملك الفعلي، لكن الحرس الملكي الخاص أو كتيبة السيف الأجرب لا يتلقى تعليمات من وزير الدفاع أو من قائد الجيش، هو يتلقى تعليمات من الملك مباشرة. وهذا الفريق هو اللي اعتقل الأمراء وينفذ أوامر محمد بن سلمان. هذا الفريق أسبوعان من الدراما المتصاعدة لعبت فيهما التسريبات التركية دور البطولة. أسبوعان سرب الأتراك خلالهما تفاصيل ما وقع بينما كانوا يجرون تحقيقاتهم لتكييف القضية قانونياً. أسئلة كبيرة تطرح الآن، أهمها بعد السؤال عن مصير خاشقجي والسؤال عن المصير السياسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. القرائن والأدلة الظاهرة تشير صوب صاحب القرار في الرياض. التفاصيل التي تتكشف يوما بعد يوم فرضت أسئلة صعبة، والسؤال الأهم هو هل تتوقف الأسئلة والمساءلة عند حدود الرقيب الغربي، أم أن الوقت قد حان لتطرح أسئلة الأهلية في بلد أصحاب الشأن وأولياء الدم؟